هي الألف ليرة إيطالي، ورق مش معدن، وهي بسنة 1990، وبعتها ب60 دولار زي ما أنا قلتلكم، كنت بايعها على إيباي. هو الموضوع كله بيحتاج إن أنت يكون عندك صبر وعزيمة، وما يكونش من النوعية اللي بيجيلها إحباط أو تخلي حد يحبطك أو تحاول حد يخليه يحبطك. دايما حاول استنى، انا واخدها هواية، مش خدها هواية، مش موضوع اكل عيش. اكنك بتحسن دخلك، يعني ممكن تستفاد بوقتك وانت قاعد على النت بدل الفيس والكلام ده كله. هو الموضوع كله اللي انا كنت قاعد بالصدفة على اليوتيوب، وشوفت ان في عملات بتتباع بسعر خيالي جدا، فدخلت وابتديت بقى اشوف حاجات على اليوتيوب. كان الموضوع على اليوتيوب، ابتديت اشوف حاجات على اليوتيوب، وبعد ما شوفت على اليوتيوب ابتديت اعرف، عرفت اي بي، وابتديت اخش على اي بي. وبعد ما دخلت على اي بي ابتديت اشوف اسعار. طيب ممكن تقول انا هجيب العملة منين؟ يعني انا ممكن مثلا عملة زي كده الملك فاروق الاول، دي فضة، دي انا واخدها من واحد صاحبي وحبيبي عادي جدا يعني. وممكن تقول على الصراحة ان العملة دي مثلا ممكن تجيب فلوس ونقسم انا وانت. هو الموضوع كله يعني سهل، بس ما تحاول ما تصعبهاش على نفسك. بس هو الموضوع كله مش عايز احباط، هو عايز صبر وعزيمة. واللي انت ما تاخدوش اكل عيش، يعني انا مش هاخد اكل عيش. انا عن نفسي الحمد لله بشتغل، مش مستني الموضوع، بس هو الواحد بيستفاد بوقته على النت. يعني انا قاعد على النت بقى، انا مقعد فايس واعمل حاجات بابجي وكلام فارغ مش لازمة، لا انا بستفيد بوقتي بس. هو ده كل الموضوع، واهم حاجة ما يجيلكش احباط واستمرار. مش هتستمر يبقى ما تتخشش في الموضوع او ما تجربش التجربة دي خالص، وحاول تجرب. يعني نصيحة مني، حاول تجرب، جرب يا عم في عملة عملتين، خش شوف المواقع عليها اي بي ايه بتبيع ايه، امازون اسعار عليها ايه، سو دوت كوم نفسها بتبيع عليها. انا ما بعملش دعاية على فكرة لاي مواقع، يعني مثلا في حاجات زي كده بتبقى زي كده، بس بتبقى زي السيراميك او اللي هو اللي كان حاجات اللي عامله الصيني اللي كانت بتيجي زمان، وهتكلم عليها في فيديوهات برضه الجايه ان شاء الله. يعني الموضوع كله مش هيبقى عن العمله، كله فيديوهاتنا ان شاء الله مش هتبقى عن العمله بس، فيديوهاتنا هتبقى عن حاجات تانية كمان، لعب اطفال زي اللعب اللي كانت بتاعت ماكدونالدز زمان ايام التسعينات اللي كنا بناخدها هديه على الوجبه، برضك بتتباع باسعار حلوه. الحاجات القديمة اللي كانت أيام التسعينات وإحنا لسه أطفال برضك بتتباع بأسعار خيالية وحلوة. والموضوع على فكرة بجد، أولا لأن إثبات، لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي اللي فيه فعلا في معارض بتتعمل في لندن في شهر 4 أو شهر 9، في معارض برضك بتتعمل في دول الخليج. وخش برضك وشوف، يعني أنا مبقولكش، انا ما بضحكش عليك او مغشكو، خش وشوف وجرب واسمع فيديوهات وخش على المواقع وشوف اسعار. بس ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية جديدة بعملات وحاجات تانية غير العملات. والموضوع كله عامل زي التحف، التحف طبعا ليها اسعار وزي اللوح. يعني انت لو دخلت هتلاقي اللي فيه في اسعار، بتسمع اسعار للوح قديمة جدا. بس ده انا لسه غير العملات المصري اللي ما طلعتهاش، انا معايا عملات اكتر من كده كمان، كل دي عملات معايا ومعظمها عارضة على النت. يعني اللي انا فضيتهم دلوقتي دول انا عارضهم على النت، وربك بيسهل. وفي حاجة خد بالك منها كمان، ان في عملات بتبقى مع العملة بتتقيم في شركة تقييم، في العملة لو فيها غلطة ليها سعر تاني، وده الكلام ده حقيقي فعلا، وانا شفته بنفسي. انا بقول لك كلام واقعي، بقول كلام واقعي وانا شفته بعيني وسمعته، وانا بقالي سنة ونص في يعني بستغل وقت فراغي في الموضوع ده. يعني بدل قعدة القهوة وقعدة ملهاش لازمة الكلام ده كله، لا بستغلها لان انا ممكن احسن دخلي برضه جنب شغلي وقت فراغي يوم اجازتي. وموضوع اللي انا احط، كنت اللي انا اعمل قناة على اليوتيوب، ما كانش
يعني ما كانش جات معايا كده بصراحة. انا الموضوع كله اللي انا استغليت الفرصة، قلت ليه انا وانا كده، قلت ليه ما استغليش الفرصة. انا كده كده ببقى قاعد فاتح المواقع، قاعد بشوف الاسعار العملات اللي معايا، طب دي ممكن تبقى بكام، طب اللي عارضها ده حالتها عاملة ازاي، حالتها حلوة، طب انا حالتي اللي معايا ايه، وابتدي انا احط اسعار. لانك انت لو فكرت كيف عشان افكر اقيم عملة معايا انا في شركة تقييم، هتكلفني مبلغ بصراحة، وكمان عشان تعرضها هتدفع فلوس شحن. فانت ممكن كنت، انا بقى قلت ممكن ايه اللي انا اخش اشوف العملة اللي معايا دي يكون حد عرضها زي، واشوف التاريخ واشوف الحالة بتاعته والكلام ده كله، وابتديت اعرضها. وتاني معلش سامحوني لان الواحد جاي من ضغط الشغل وكده، فممكن يكون ناسي حاجة. فان شاء الله هفكوا بمعلومات، طبعا انا عامل القناه للوعي ومعلومه، وفي حاجات كمان هقولها كتير الايام الجايه عن التوعيه، وحذاري من غسل العمله، لان انا في البدايه خالص، في بدايه الموضوع غلطت وغسلت عمله كميه كبيره غسلتها، طبعا هي بعدت او زي ما يكون بعدت وباظت، ما بقتش زي لونها القديم. مثال زي الامريكي ده كده مثلا، ده بحت بسبب اللي انا غسلته. فما تحاولش لو معاك عملة قديمة انك تغسلها او تيجي جنبيها باي حاجة خالص، لان التعديل من العملة او الحاجة ليه شركات زي شركات التقييم دي كده هي اللي بتعمل الكلام ده، لان في مواد مخصوصة للكلام ده. فانت ما تحاولش تعمل الغلطة دي، انا غلطت الغلطة دي، فايه فانا بوعيك من الموضوع ده، حاول ما تغلطش الغلطة بتاعتي، ما تغسلش العملة وما تحاولش تغسلها او تيجي جنبيها، حتى لو فضة ما تحاولش تلمعها مادة فضة، اي مادة فضة سيب العملة على حالتها زي ما هي، ودايما ركز على العملة المعدنية. ولما تخش على المواقع هتشوف ان العملة المعدنية فعلا ليها قيمة شوية عن الورق كمان، وفي ورق برضك ليه قيمة، وفي عملات حديثة ليها سعر كويس جدا، ممكن يكون العملة لسه حديثة ما بلهاش 3 سنين 4 سنين وتلاقي سعرها كويس وخيالي عن عملة قديمة، وممكن تلاقي عملة قديمة سعرها معدي. فهي على حسب العملة وعلى حسب عدد اللي تسك من العملة نفسها، وعلى حسب الولاية اللي تسك فيها. يعني مثلا في الفيديو الجاي هوريكم برضك ان هو ممكن تلاقي حرف الدي على عملة من الامام او من الخلف، او حرف الاس حرف الاي، ده بيحدد الولاية، فبرضك بتفرق مع الغلطات برضو. يعني في غلطات في السك برضو دي لها سعر تاني، فكل ده لو دخلت على الموقع هتشوفه. بس ما تنسوش الدعم طبعا يا، وطبعا انا هفكه طبعا بكل المعلومات الحقيقية، مش هفبرك حاجة، ويعلم ربنا انا ما بفبركش، مش هفبرك زي بقية القنوات التانية اللي والأجانب والكلام ده كله ب14,000 استرليني، الـ2 بنس لو فاكرين لما كان طالع اللي هي ديت معايا منها كام واحدة، هي سعرها هو الموضوع كله إن هو بدراسة، هو الواحد يفيد نفسه بمعلومات برضه كده، بمعلومات غير ما ضيع وقته على الفاضي. يعني دي مثلا دي أسعار لعملة أمريكية، لنيكول بني أو بني، معلش سامحوني لو أنا معرفتش أنطق الاسم. دي كلها أنا أسعار بقعد أكتبها وأشوف على المواقع دي وأقارن بين الموقع ده والموقع ده، فأنا واخد الموضوع اللي أنا هواية مش أكتر على فكرة. هو لو أنت جربت بالموضوع هواية الصيد السمك أو الطيور هتبقى عارف معنى اللي أنا بكلمك فيه، حاجة كويسة جدا. يعني بصراحة أنا من ساعة ما شفت الموضوع على اليوتيوب وعلى المواقع بصراحة أنا أدمنت الموضوع، بقيت كل وقت دايما وقت فراغي في أجازتي أو قاعد فاضي بخش أشوف عملة، أقيم عملة، أتفرج على أسعار العملات. بس هو الموضوع كله أنت وسهل جدا، يعني ما تصعبهاش على نفسك، وبقى للتكاليف يعني مش قصة. ما تصدقش اللي في قنوات تانية انا شفتها، ويعني ما رضيتش اكتب له تعليق او اقول له حاجة، اللي هو يقول لك عملة مثلا من الثمانينات يقول لك حاطط عليها
$21. ايه $21 عملة مثلا من الثمانينات؟ انت بتهزر ولا ايه؟ فانا مش مقتنع، فمرضتش اكلمه بصراحة، لان لا يفتكر ان انا مثلا مش عارف في حاجة اهو، وانا بقول حاجة غلط والكلام ده كله. وفي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هكلمك ازاي هبيع العملة بتاعتك وتشحنها وهنعمل فلوجات ان شاء الله عن ازاي انا هسلم العملة لشركة الشحن او مكتب الشحن والكلام ده كله. شكرا.